الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن صندوق النقد الدولي يتحكم بسياسة الاقتصادية العراقية بسبب وجود ديون على البلاد لدى الصندوق، وأشار الخبراء إلى أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيجتمع برئيس الوزراء الحالي ووزير المالية وسيملي عليهما شروطاً جديدة تخص الاقتصاد العراقي، لافتين إلى أن قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار سيستمر لخمس سنوات قادمة. هذا ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء قولهم إن قرار رفع سعر الدولار مرتبط بمشروع الورقة البيضاء الذي فرضه صندوق النقد الدولي. كشفت محافظة النجف عن معوقات تمنع إحالة مشروع تدوير النفايات إلى فرصة استثمارية في المحافظة، وقال مستشار محافظ النجف لشؤون الإعمار عباس العلياوي إن عمليات التدوير تحتاج إلى فرز النفايات، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى أيد عاملة وجهد كبيرين، فضلا عن غياب ثقافة التدوير لدى المواطنين. وأشار إلى عدم قدرة المستثمر على تحديد أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المواد العضوية لعدم وجود بنود منظمة لهذه العملية، وبالتالي قد لا يحقق المشروع أي جدوى اقتصادية. قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن المطاحن والأفران والتجار يعانون من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد الوزير اللبناني أنه رغم تعثر البلاد ماليا فإنه لا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن على حد قوله. وأضاف سلام أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرا على أزمة القمح، لكن الاحتياط الاستراتيجي من القمح في لبنان يكفي لشهر فقط. وكان رئيس تجمع المطاحن في لبنان قد كشف أن مخزون القمح الموجود في البلاد يكفي لشهر ونصف الشهر فقط. أعلنت شركة بريتش بتروليوم النفطية البريطانية تكبدها أكبر خسارة فصلية صافية لها على الإطلاق من جراء انسحابها من الشراكة مع شركة روس نفط الروسية. وقالت الشركة إن قرارها بالانسحاب من روسيا نتيجة الحرب على أوكرانيا دفعها إلى المنطقة الحمراء في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، معلنة أن خسائرها بلغت 20 مليار دولار في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى شهر آذار، مقارنة بأرباح 4 مليارات و700 مليون دولار في العام السابق. ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعاً في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً لتستقر عند 105 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً لتصل إلى 103 دولارات و41 سنتاً للبرميل. ويأتي ارتفاع أسعار النفط على خلفية أنباء استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز برعاية الله.